بتدور على ايه؟ بتصوروني؟ ماشي ماشي. هنصورك ليه؟ امال ايه كل المرايات اللي في الاوضه دي؟ صوروا الحلاقه؟ ما تزعلش ما تزعلش، احنا هنا بننفذ اوامر مستر داني. ماشي يا سيدي. خير؟ لا، انت نسيت اتفاقك مع مستر داني ولا ايه؟ والله اتفاقي مع مستر داني ما كانش على الخطف. ايوه بس كان على انك انت هتتدرب على شغلك الجديد في مصر. وانت اللي هتدربني؟ ايوه. مش هتدرب بقى يا راجل، دي طريقه تجيبني بيها؟ ده سيستم انا ماليش فيه. اسمع انا جاهز للتدريب، يلا يلا. ايه يا جماعه؟ انا مسافر بعد بكره. ما هو انت مش هتسافر بعد بكره، انت هتسافر لما نخلص تدريبك على اللي احنا عايزينه وبعدين نسمح لك بالسفر. لا انا عاجبني ثقتك بنفسك، يعني في حاجتين عاجبني بصراحه قوي. نمره واحد ثقتك بنفسك، نمره اتنين المرايات اللي في الاوضه دي. بص يا سيدي، الكاميرات دي حديثه جدا ومش هتلاقيها غير عندنا بس، وانت طبعا بخبرتك هتامن على كلامي ده، لكن مش ده المهم. المهم ان انت هتتدرب على استخدامها وتركيبها، هي والاجهزه اللي هتنقل عليها الصوت والصوره، اللي تسجلوا على اجهزه الفي ار اللي ركبتها مع كاميرات الشركه اللي انت بتشتغل فيها. وانت نازل مصر هتاخد كام جهاز من دول وتحطهم في اماكن سريه في شنطه السفر اللي هتنزل بيها مصر بعد ما نخلص تدريب. واوصل مطار القاهره يتقبض عليا اخد اعدام. يعني تفتكر ان احنا هنبيعك بعد ما خلاص اعتبرناك واحد من رجالتنا؟ طيب ما انت لسه قايل هو واحد من رجالتنا، احنا ما اتفقناش على الفلوس. ارجوك ما تكلمنيش على اي حاجه تانية تخص مستر تاني. انا كل مهمتي ان انا ادربك على الاجهزه دي وامن لك طريقه تنزل بيها مصر من غير ما تتكشف ولا حتى حد يمسكك زي ما انت بتقول. مش فاهم. هندربك على طريقه تدخل بيها المطارات وتخرج منها بالاجهزه دي من غير ما ينكشف امر. طب وانتوا شعرفكم بقى ان انا هعدي من اجهزه الامن والمطارات وانتوا في اخر الدنيا هنا؟ عمر احنا موجودين في كل حته. أنا قريتك. ضيع وقتك ليه؟ يلا باشا أنا جاهز للتدريب. ازيك يا اتش؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. هو حضرتك جيت على هنا وما أنا عايزك. تحت أمرك يا فندم. أخبار لبنى وكامل إيه؟ نادر هناك يا فندم. تمام. ما شاء الله. شكلهم بيحبوا بعض أوي. واضح إنه حب عمر. لا حب ولا دي أوله. غيرش بس هي القسمة والنصيب اللي بتقرب البشر من بعض. يا أستاذ إبراهيم أنا قلت ما شاء الله، مش قصدي أحسد والله. ولا تحسد. أنا أصلي الليلة دي مش طايقها من أولها كده لآخرها. كلها صربعة وكلام فاضي. طب تصدق وتقوم بإيه؟ لا إله إلا الله. اليوم اللي رحنا عشان نطلبها فيه أهلها ما صدقوا. كانوا عايزين يقروا الفاتحة ويلبسوا دبل ويكتبوا الكتاب في نفس اليوم. مع إنها جميلة وصغيرة يعني مش محتاجين يعملوا كده. ما هم شايفين واحد متصربع ومدلوق زي ما انت شايف كده وسايب الحمل كله فوق دماغ انا، ومن يوم ما خطب وهو مقضيها حب وغرام وتنهدات. معلش معلش يا استاذ ابراهيم، يعني ربنا يديك الصحه. طب والله العظيم يا استاذ عماد انا بتعب تعب في المكان ده وببذل مجهود عشان الناس المحترمه اللي زي سعادتك كده يجوا يقعدوا هنا وهم مبسوطين. لسه مخطوبين جداد، هيخبرهم بس يومين فرحه بالخطوبه كده وبعد كده يرجع يحط ايده معاك في الحكايه. ابقى قابلني. البنت دي باراشوت وهبط على المكان، دي ما بترضاش تسيبه دقيقه واحده لا يرجع في كلامه. خايله كدابه بعيد عني. مساء الخير. اهلا. مساء الخير. اهلا شلبي بيه. استاذ ابراهيم ازيك؟ ازاي صحة؟ راجل محترم تظبط ساعتك عليه. ما شاء الله. احب اعرفكم ببعض. شلبي بيه راجل اعمال بس عالضيق يعني على قد حاله. الاستاذ عماد محاسب في الخليج من طيور المهاجره، بس ايه راجل محترم ما يتخيرش عنك، وايه فييس قوي كمان. فرصه سعيده يا استاذ عماد. احنا اسعد يا فندم. انا جاي اخد بطاري من المره اللي فاتت. لا طارق ايه، وانا هلعب دلوقتي وزير الشغل؟ مش شايف العيال بتدخل البضاعه على الكافتيريا؟ لازم اقف احاسب واعمل شغل يعني. خليك شاهد يا استاذ عماد، هنحمرق ونجيب ورا زي العيال اهو بقى. لا هنحمرق ولا هنجيب ورا، انا شويه واجي لعبك، وبيني وبينك الاستيكه وما بتكذبش. ماشي، ما لو فاضي تيجي تجري ايدك معايا بجنين ولا وراك حاجه؟ لا ابدا، اتفضل يا فندم. ترابيزه ثلاثه فاضيه اهي،
وهبعت لكم البوفيه بالشنجاوكشات. على حسابك؟ لا على حساب كنت طبعا. اتفضل يا زمان. اتفضل يا فندم اتفضل. اه تكسر؟ اكسر انت يا عم، شكلك بسم الله ما شاء الله جامد. اوعى يغرك الكلمتين اللي قلتهم للاستاذ ابراهيم دول على سبيل التسخين، لكن انا على قد لسه بتعلم والله. كلنا بنتعلم يا استاذ شلبي. اهو انا ما اقلقش بقى غير من اللي بقول كلنا بنتعلم، وباينه من اولها فاتحه تمام هي ومنزل كور كمان. عايز الحق؟ ده انا نسيت البلياردو، ما بقتش مركز فيه زي زمان. دورك. شكلك مسافر بره اديلك فتره. 6 سنين. ما كنتش بتلعب هناك؟ يا استاذ شلبي بيلعب فين؟ ده انت يا دوب تروح الشغل حاول تاكل لك لقمه قبل ما تنام وتتقلب. انت هتقول لي انا اصلي سافرت زمان قبل مجمع القرشين وارجع اعمل السايبر والسنترال. بيعرفوا ياخدوا حقهم في الشغل بره ولاد الايه؟ اه ده ايه؟ الخليج برضه؟ هو في غيره؟ انا كنت امين مخازن في شركه ورق في الكويت. اه خليج تجاره يعني؟ وانا قلبي اتفتح لك من شويه يا عمده. زمل يعني. بس انا ما استحملتش الغربه زيك بقى. يا دوبك هما 2 سنة و4 شهور لميت الفلوس وجيت فتحت السايبر. ومن فلوس السايبر عملت السنترال. بسم الله ما شاء الله انت شكلك لعيب جامد قوي. ربنا يزيدك يا باشا. عقبال كده ربنا ما يكرمك زيي. ربنا ما يكرمني؟ يكرمك زيي. ربنا يزيدك. الله يبارك لك.